دي المشاوي عندي صارت جاهزة. إذا ما دقت مشاوي بالمغرب راح عليك نص عمرك. من جد شيء مختلف عن أي مشاوي بأي عالم. بتمنى إنه الفيديو اليوم كان ممتع معايا وإنكم استمتعتوا معي بأجواء العيد. وأكيد المشاوي عندنا ما بزبط إلا يكون معاها شاي مغربي وبصحة والراحة. الزيتون والسلطة، بتمنى انكم تجربوها. اللي بحب يزيد رش الكمون والملحة. خبز بيذكرنا في الخبز المغربي.